رسالتي إلى إخواني في المجتمع العماني أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة، نعمة الأمن والاستقرار والطمأنينة وعدم التشعب وعدم التشرذم وعدم العداوة والبغضاء بين أطياف هذا الشعب. هذه نعمة يجب على الكل أن يحمد الله تعالى عليها وأن يحافظ عليها وأن يمسك بأسبابها من غير أن يفرط في أي سبب من هذه الأسباب. وبجانب ذلك أدعو الجميع إلى التعاون على البر والتقوى، ومن التعاون على البر والتقوى أن تكون مشاعرهم متحدة تجاه إخوانهم المسلمين، فهم وإن كانوا يتناحرون وإن كانوا يختلفون إلا أنهم يظلون إخوانا. الإخوة في المجتمع العماني عليهم أن تتحد مشاعرهم تجاه هؤلاء الإخوة وأن تكون كلمتهم واحدة، كلمة تدعو إلى لم الشمل وجمع الكلمة وتأليف القلوب وإطفاء نار الفتنة والسعي إلى ردم الهوة التي تفصل بين هذه الجوانب المتفرقة. والله تعالى أعلم.